مساء الخير على حضراتكم متابعي تليجراف مصر في كل مكان، معاكم مي الكناني وبث مباشر جديد وتغطية إخبارية جديدة من داخل محافظة الدقهلية. احنا موجودين مع حضراتكم من امام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وما زلنا معاكم بنتابع تطورات القضية المثيرة للجدل او القضية اللي اثارت الرأي العام على مدار الاسبوع، وهي العثور على جثة طالب بالمرحلة الثانوية اسمه إيهاب أشرف، عمره 16 سنة، مشطور لنصفين، والعثور على الجزء السفلي ملقى على جسر مصرف مائي بنطاق مركز الستاموني، وتحديدا في المنطقة ما بين قرية النقعة وقرية سبعة ثابت. الجثمان في البداية تم العثور عليه كان ملفوف داخل شكارة بتاعة القطن، وشكارة تانية بتستخدم في تخزين الأرز، وملقى على جسر المصرف. واكتشف الواقعة فلاح أو مزارع أثناء قيامه بري أرضه الزراعية، فوجئ بأن فيه شكارة غريبة محطوطة على جسر المصرف اللي بيمر بأرضه، وبإبلاغه الأجهزة الأمنية تم العثور على نصف جثمان لشاب. طبعا بتتبع البلاغات الغياب في نطاق مركز الستاموني أو في نطاق محافظة الدقهلية بالكامل، تبين أن في محضر محرر من أسرة طالب يدعى إيهاب أشرف، عمره 16 سنة، مقيم بقرية سبع ثابت التابعة لمركز الستاموني، ومبلغ بغيابه قبل العثور على الجثمان بيوم واحد. طبعا على الفور تم استدعاء أسرة إيهاب اللي حضرت وتعرفت على النصف السفلي من الجثمان من خلال البنطلون والكوتشي اللي كان لابسه وكان موجود مع الجثمان. طبعا على الفور تم نقل نص الجثمان اللي تم العثور عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وبإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA مع والد إيهاب، تبين تطابق الجثة أو تطابق نص الجثة مع الأب، وتصرح بالدفن امبارح. طبعا على مدار أسبوع كامل كان في فريق بحث جنائي مكثف وكبير في محافظة الدقهلية، وكانوا بيدوروا على الخيوط اللي هيتم من خلالها كشف الجاني والإيقاع بيه. طبعا بعد جهود كبيرة جدا من أجهزة الأمن تم ضبط الجاني أو تحديد هويته، وهو المدرس الفيزياء اللي كان بياخد عنده المتهم الدرس، والمفروض أنه آخر شخص كان معاه المجني عليه قبل اختفائه، لأن المجني عليه لما اختفى كان راجع المفروض من الدرس عند المدرس المتهم. وطبعا الأجهزة الأمنية ألقت على الفور القبض على المتهم، وبناقشته أقر باعترافات تفصيلية ومثيرة جدا في واقعة قتله وتخلصه من الطالب إيهاب أشرف. في البداية المدرس قال أنه كان بيمر بضائقة مالية، وكان مستلف مبالغ مالية أو عليه ديون تقدر بحوالي من 250 ل 300 ألف جنيه، وده كان بسبب أنه اعتاد لعب القمار، وكان بيلعب اللعبة عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية على هاتفه المحمول، وخسر فيها فلوس كتير، وكمان بقى مديون بمبالغ زي ما قلت لحضراتكم بتتراوح من 250 ل 300 ألف جنيه. ده دفعه إن يبدأ يفكر إنه يبتز أو يساوم أسر الطلاب، أحد الطلاب الموجود عنده. في البداية ما كانش إيهاب الهدف للمدرس المتهم، لكن هو كان محدد انه هيخطف طالب من الطلبة بتوعه وبعدها هيساوم اسرته على مبالغ مالية، وده طبعا حسب ما اقر به في الاعترافات بعد القبض عليه. قال في اعترافاته انه قرر هيخطف حد من الطلبة اللي بياخدوا معاه درس وهيساوم اسرته على مبالغ مالية، لكن قبل الواقعة باسبوع بالظبط بدأ نظره يتجه نحو إيهاب بسبب أنه عارف أن والد إيهاب ميسور ماديا لأنه بيشتغل تاجر أدوات منزلية، فقرر أنه الضحية بتاعته هتكون إيهاب. وبالفعل استغل يوم الجريمة، تحديدا يوم 13 فبراير الجاري، وأثناء وجود الطالب معاه في درس خصوصي بمفرده، أول
طعنة غدر طعنها للمجني عليه كانت في رقبته بعد ما انقض عليه بسلاح أبيض سكينة كبيرة ودبحه من رقبته بعدها فصل الجسم عن الرأس وتوالى في تقطيع الجثمان، قطع الجزء العلوي عن الجزء السفلي. طبعا برضو حسب إقرار المتهم في اعترافاته انه لف الجزء السفلي في شكارة بتستخدم في حفظ القطن او في جمع القطن، شكارة الخيش كمان لفه بعد كده في شكارة بلاستيك بتستخدم في تخزين الرز، بعدها رماه على جسر المصرف. قال كمان في اعترافاته انه رمى الثلاث اشلاء في نفس اليوم في نفس الوقت، لكن كل حاجة رماها في مكان مختلف. ولما تم إلقاء القبض عليه أرشد طبعا عن مكان باقي الجثمان، وتمكنت الأجهزة الأمنية أنها تعثر على الجزء العلوي الصدر والدرعات داخل مصرف مائي برضو يعني في نفس المنطقة في منطقة الحفير تحديدا ما بين قرية النقعة وقرية بصار أو بصار، يعني برضو بالقرب أو في نفس المنطقة اللي اختفى منها الطالب اللي بياخد فيها الدرس، وبرضو منطقة سكنه، يعني هي كلها منطقة واحدة اللي الطالب ساكن فيها وكان بياخد الدرس على بعد أمطار قليلة من بيته، كمان على بعد أمطار قليلة المتهم تخلص من الجثمان. الجزء العلوي تم العثور عليه فجر اليوم، وبعد ساعات وتحديدا ظهر اليوم تم العثور على الرأس، كانت ملفوفة داخل كيس بلاستيك ومرمية في نفس المصرف اللي تم العثور على الجزء الثاني فيه. على الفور الأجهزة الأمنية أو جهات التحقيق أمرت بنقل النص العلوي للجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وهو موجود حاليا داخل ثلاجة حفظ الموتى في انتظار قرار جهات التحقيق ببدء التشريح. أما الرأس ما زالت موجودة داخل مشرحة مستشفى بلقاس في انتظار أيضا قرار جهات التحقيق بنقلها لمستشفى المنصورة الدولي. أسرة إيهاب حاليا موجودة داخل النيابة العامة مع والمتهم كمان مازال موجود داخل النيابة العامة بيتم إجراء التحقيق معاه، كمان بيتم الاستماع لأقوال أسرة الشاب المجني عليه. يعني كانت واقعة صعبة جدا مشاهدينا، تابعناها مع حضراتكم على مدار تحديدا 8 أيام. كانت واقعة إيهاب أشرف الطالب اللي تم العثور على جثته مشطورة نصين. إيهاب حسب ما أهل بلده قالوا لنا أو على حسب ما يعني بيتقال عنه أنه طالب مجتهد جدا، طالب شاطر ومتفوق دراسيا. عمه لما كان معانا في بث مباشر قال أن إيهاب كان مشروع عالم لكن قضوا عليه، أو أن المتهم قضى عليه. يعني امبارح تم تشييع النصف السفلي من الجثمان، كان في مساء امس في جنازه مهيبه، كان كل اهالي البلد حاضرين جنازه نصف الجثمان امبارح، كمان كانوا بيرددوا هتافات منها ان الشهيد حبيب الله وان حقه راجع. النهارده وبعد ساعات قليله من تشييع النص السفلي اتكشفت خيوط الجريمه واتكشفت الواقعه الصعبه والواقعه الاليمه، ابشع الجرائم اللي شهدتها محافظه الدقهليه بعد ما تم تحديد هويه المتهم وتبين انه مدرس الفيزياء الخاص بالمجني عليه، وده بسبب مروره بضائقه ماليه نتيجه اعتياده لعب القمار على تطبيق إلكتروني.